ولإلقاء المزيد من الضوء مشاهدينا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ينضم إلينا عبر التيمز السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي. رحب فيك سيد رائد في البداية، والآن في ظل الارتفاع المستمر في مؤشر الدولار والزيادات الكبيرة في عوائد سندات الخزينة، كيف تقرأ هذا المشهد؟ حقيقة يعني الدولار الأمريكي وارتفاعاته هو القوية. طبعا نحن عم نشوف مؤشر عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياتها منذ جولاي 2007. نحن عم نتحدث عن 4.73%، وهذا يسبب ارتفاع حاد حقيقة في الدولار الأمريكي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وآفاق بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة زمنية طويلة. قد يطول الأمر حتى نهاية تعاملات العام القادم، يعني ممكن بالربع الأخير من العام القادم حتى نبدأ نرى أسعار فائدة أقل، يعني تكاليف الاقتراض قد تستقر عند المستويات الحالية، وربما ذلك سيؤثر حقيقة بشكل سلبي على قطاع الأعمال اللي احنا شفنا الاس ام بي 500 اليوم وأيضا الداو جونز تحت ضغط بالتراجعات. لعل ناسداك المؤشر قطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تمكن من إضافة حوالي 17% بالاتجاه الصاعد نتيجة طفرة الاي اي والأداء الإيجابي لشركات التكنولوجيا إجمالا. نعم سيد رائد، إذا ما تحدثنا أوروبيا، يعني هناك تضخم، ارتفاع معدلات الفائدة، عمليات تراجع اقتصادي أو تباطؤ يضغط على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، جميع هذه العوامل إذا ما اجتمعت، يعني كيف تقيمها خلال الفترة المقبلة في ظل يعني ربما ضبابية المشهد الاقتصادي؟ يعني حقيقة بالنسبة للمشهد الأوروبي هناك ضغوط كبيرة. أولا الضغوط التضخمية المرتفعة والتي شهدنا أنه في معظمها هي بنتيجة ارتفاع أسعار الوقود كانت قد سببت ضغطا كبيرا على مستويات التضخم بالاتجاه الصاعد، ودفعت السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي لتبني لهجة تشددية ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ولكن في اجتماعه الأخير المركزي الأوروبي أظهر أنها ستكون هذه هي آخر مرة يقوم بها برفع أسعار الفائدة، لأنه رفع أكثر أسعار الفائدة، يعني رفع تكاليف الاقتراض ضغط إضافي على القطاع الأعمال، ومن ثم ذلك قد يدخل في ركود ربما أكثر استمرارية أو أكثر سلبية. نحن متجهين إلى ركود بطريقة أو بأخرى بالاقتصاد الأوروبي نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، وذلك من شأنه أن يضغط بشكل كبير على أداء الاقتصاد الأوروبي. وبالتالي ممكن نشوف اليورو تحت ضغط أكبر في الفترة القادمة ربما حتى نهاية تعاملات هذا العام. أعتقد المزيد من الضغوط التضخمية، ونقطة مهمة هنا، يوجد divergence أو اختلاف ما بين مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستثني الغذاء والطاقة ومؤشر أسعار المستهلكين العام. نرى أنه الارتفاع لا يزال قائم على مؤشرات أسعار المستهلكين إجمالا، ومرده حقيقة هو ارتفاع أسعار الطاقة. نعم سيد رائد، باختصار يعني مع هذا الحديث الذي تفضلت به والتراجعات والتخوف والضغوط على كذلك العملات والفائدة وغيره، هل يزداد الذهب بريقا ولمعانا كاستثمار آمن وملاذ مع ارتفاع وتعدل الأسعار بين الحين والأخرى؟ حقيقة حامد، رأينا الذهب يسلك مسار هبوطي في الآونة الأخيرة في الأيام القليلة الماضية، والسبب بسيط. المستثمر يرى أمامه عوائد سندات مرتفعة تمثل الفرصة الخالية من المخاطرة أو المخاطرة المنخفضة، تدر عائد عند 4.75% بالنسبة للسندات 10 سنوات. بالتالي كان هناك عملية تخلي عن الذهب الذي لا يدر عائد. قوة الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة هي اللي ضغطت على أسعار الذهب، ولكن لا أعتقد أنه هذا السيناريو سيطول كثيرا، لأنه الانقلاب والتغير في السياسات النقدية وارد أن يتم في وقت قريب جدا. بالتالي يعني هذه هي أقصى الانخفاضات ربما تكون على أسعار الذهب فوق الـ 1800 دولار للأونصة. نعم كل الشكر لك يا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي، شكرا على هذه المداخلة.